خرجت هذه الجماهير اليوم بمحافظة بابل للاستشراع بحقوقها المشروعة. احنا خريجين 2014، صار لنا 6 سنوات شاركنا المحاضرات المجانية وداومنا مجاني، خسرنا عفنا محلاتنا وعفنا اشغالنا وعفنا هذا وبوسيلة التعلم، ونريد بأي وسيلة نرفع مستوى التعليم الاجتماعي، بس ماكو ما شفنا بد من مسؤول قال لنا جهودكم مبذولة بارك الله بيكم، نفذ لنا اللي نريده وعود كاذبة من ذاك الوقت لهذا الوقت، اليوم 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 بهالاسبوع وباكر واليوم وكل شيء ماكو، احنا نطالب وقفنا ظاهرنا ظاهر اليوم ظاهر بعد فترة من الوقت إذا ما نفذوا مشاريعنا نطالب بالتثبيت، التثبيت المشروع اللي هو حق أبسط حقوق المحاضر المجاني. بالنسبة لقضية المحاضرين، قضية دائما ما تشكل مشاكل بالنسبة للدولة، والسبب ما أدري ليش. يعني أول شيء المؤسسات كلها خربانة، مؤسسة صناعية، مؤسسة زراعية، أهم مؤسستين بالبلد هي المؤسسة التعليمية والمؤسسة القضائية. إذا أردت تفلش أي دولة فأبدي من المؤسسة التعليمية فلشها وفلش المؤسسة القضائية، وهذا اللي يصير بالعراق. كل المؤسسات تعيينها مركزي أصبح الآن، مثلا اجيك على المؤسسات او المجموعه الطبيه، المجموعه الطبيه حتى المعاهد اللي هم صاروا يتعينون وهذا حقهم ومشروعهم واحنا ما معترضين عليه، بس المعترضين عليه من الحكومه انه اكو لازم انصاف، اكو عداله، من محاضر سنتيا يبقى حاضر وهو تدرون به لا اكو شغل، لو اكو شغل ثانوي او عندنا مشاريع او عندنا شركات مثل غير دول تقدر تحاضر مجانا، والله بيها باب وجواب لان انت بشركه وتطلع من دوامك تحاضر، بس انت مو منطيني لا شركات لا وظيفه لا اي شغل حر ماكو، لو اشغال حره واحد يلتجي لها ما يخالف، اي شغل حر ماكو، الدوله كلها بيد ايران، لا حد يقول لي مو ايران وماكو تدخلات خارجيه، لا، الدوله كلها بيد ايران، ايران اذا قالت باكر عينوا المحاضرين باكر نتعين، مثل ما سووا بغيرها، شوف وزارات التصنيع العسكري، شوف منشات التصنيع العسكري، كلهم طلعوا القديمين من عندهم، ليش؟ شنو السبب؟ ايران ما تريد خبره، ايران تريد تفلش دولتك، كل اللي يصير بينا هو شغله ايران. مناشدة عاجلة إلى سيادة رئيس الوزراء المحترم الدكتور عادل عبد المهدي. يا سيادة رئيس الوزراء، تعيينات تربية محافظة بابل أطلقت في 24/12/2018، واليوم إحنا منتصف شهر السادس 2019، ما يقارب 7 أشهر ما أكو واحد يعرف عن التعيينات شنو. ثانيا يا سيادة رئيس الوزراء، ضوابط التعيينات مجحفة جدا بحق الخريجين. أولا نظام السلة الواحدة لما وضعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هل لدى الدكتور عادل عبد المهدي علم بين الكليات الصباحية فرق 20 أو 25 درجة بين الصباح والمساء القسم الواحد؟ كيف تعمل بنظام السلة الواحدة؟ هاي نقطة. النقطة الثانية، المحاضرين الذين لم تطلع أسماءهم، ما هو مصير المحاضرين هؤلاء؟ هل يحولون لعقود؟ ما هي إجراءات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجان التربية بحق هؤلاء المحاضرين الذين وهبوا سنتين من أعمارهم خدمة للعملية التربوية بدون مقابل؟ هل يستطيع مسؤول في الدولة العراقية أن يمارس عمله سنة واحدة أو شهر واحد بدون راتب؟ احنا يا اخوان محاضرين صار لنا سنتين نداوم بالمجاني، يعني مباشره عندنا كتاب تكليف، عندنا صار لنا سنتين نداوم بالمجاني،
لا مسؤول يجي قال لنا يا بيه ترى انتم المحاضرين شكر والاخلاص لكم، ما حد قال لنا هذا الشيء. وبالجانب الثاني احنا اصحاب عوائل زين، وهاي كتاب رسمي قال لنا راح ندز الاسماء، دزوا الاسماء والا من المدير. بعدين المدير قال رجعوهن قال الا قرص، لان اكو هواي فضائيين. بعدين ودوا القرص، راحوا ودوا للتربيه، التربيه تقول دزينا علما للماليه، الماليه تقول ما وصلت لنا الاسماء. بعدين ابو الماليه يذبها براسه بالتربيه، ابو التربيه يذبها براسه بالماليه. زين، واحنا مجلس النواب صوت عليها من شهر الواحد لحد الان لا استلمنا فلوسنا ولا ثبتونا كبقيه الوزارات او عقود رسميه. ليش احنا بالذات الحله لا طلعت لا تعييناتنا ولا عندنا عقود ولا عندنا تثبيت باي شيء؟ مثل ما انتم تشوفون هاي العالم كلها طالعه على مود التثبيت او عقد رسمي. هسه احنا نريد نكون بشكل رسمي بمدرسه. ليش احنا دائما نسعى بجد الخير لكن الحكومه ما تسعى لنا؟ شنو السبب احنا اللي سويناه؟ احنا خريجان خريج 2014 ولحد هاي اللحظه انا قاعد يعني اقول امل بالله خلنا نحصل من هاي المدرسه. اقول لهم للمسؤولين كافي كافي عيب، استحي شويه استحي شويه. هاي المدارس الاهليه ثلاث ارباعها للمسؤولين، المسؤولين هم جماعه التربيه من. واقول لهم هذا الروتين بطلوه، التفتوا لهالخريجين الخطيه، مو حضره جنابهم 13,000 واللي يداومون اقل من 13,000. نوجه خطابنا لرئاسة الوزراء ومحافظة بابل والمحافظ سيادة المحافظ. احنا الشريحة المظلومة طبعا، شريحة المحاضرين، صار سنتين دنداوم وما نعرف شنو مصيرنا. قدمنا الاسماء تلتقي باللجان يقول لك ماكو تزوير والعملية تمشي بصورة صحيحة. زين ليش ما تعلن؟ زين اجور المحاضرين انطوا موعد خلال شهر رمضان، ما طلعت قبل العيد، ما طلعت. زين لحد الان ما نعرف شنو مصيرنا، لا اجور لا تثبيت. احنا نطالب قضيتنا، احنا هنا جايين نريد تثبيتنا او تحويلنا الى عقود وزاريه. شنو ذنب المحاضر يبقى سنتين يداوم وما يعرف شنو مصيره؟ زين تثبيت ماكو، تعيينات نطالب باعلان الاسماء. التربيه تروح تراجع التربيه يقول لك انا اريد اعرف الفضائي من المحاضر الفعلي. زين هاي العالم شنو ذنبها؟ اسوي لجان تكشف هذه الامور. أنا ألتقي بالمسؤول يقول لي يابا أنه العملية جارية وبدون تزوير وبدون تلاعب. زين إذا ماكو تزوير وماكو تلاعب ليش ما أعلن النتائج؟ ليش ما أنطل أسماء أنا؟ هذا الخوف. زين هذا تردد. زين اللجان وزارة التربية ومجلس النواب أنطوا أجور ثابتة للمحاضر وقرروا مبلغ 1,000,000 دينار. زين ليش ما أنطي أنا إذا الأسماء كاملة والتربية رافعة أقراص بأسماء المحاضرين؟ إلى متى هذا السكوت؟ إحنا نريد حقنا أخوي. حقيقة تعبنا، صوتنا بح من كثر المطالبة. شوف هسه انت، احنا صار لنا ساعة نصيح يا مسؤول يا مسؤول. هذا مكان المحافظ، شوفه يطب المعمم وبالقاط وبالعقال، المسؤولين اقصد، وما حد ينتبه لنا، وكأنه احنا مو بشر، احنا مو معلمين. ثانيا بالنسبة
للي ما يعرف الدستور، يعني اللي ما يعرف الدستور بالحكومة العراقية، الدفاع من فقرة المحاضرة المجاني شنو معنى؟ أخي ماكو فقرة بالدستور تحث أي موظف على العمل بالمجان. أتحدى أي مسؤول، أتحدى أي مسؤول بالدولة يقول لي أكو فقرة بالدستور تحث على العمل بالمجان، وإنما الفقرة بالدستور تحث على العمل مقابل الراتب. مقابل الراتب مطالبنا هي أولا التثبيت، التثبيت هذا حقنا، هذا حق كفلة الدستور. احنا معلمين رب أجيال، مو يضحك علينا يطلع 125 ومليون وهاي ما وصلت هي أصلا. نقلهم كفى كفى ضحكا، تعبنا، مطالبنا مطالبنا بسيطة ممكن تنفذها، أما يطلع مسؤول يقول ماكو مخصصات مالية. أتحدى ميزانيتنا تصل مئات المليارات، نعيش بها 5 دول أو 6 دول، نقدر نعيش بها 6 دول، أما 13,000 محاضر ما يثبت. زين هاي إلى متى؟ قد كم سنة راح نبقى هيك؟ راح تتخرج بعد أجيال وأجيال، مدارس ماكو، بناء شبه المعدوم. زين هسه الميزانية وين تروح؟ لا بناء، لا أعمار، لا تعيينات. من 2014 لحد الآن الفلوس وين تروح؟ الميزانية وين تروح؟ يا أخوان كفى كفى، هذا حقنا، احنا أبناكم أبناكم، احنا ما يصير هيك. اللي ما حاضر 5 سنوات واللي 6 سنين واللي 3. احنا محاضرين صار لنا سنتين بالمجان، نخدم بالمجان. لحد هسه كل شيء ما شفنا بالدوله بالمواعيد كلها كاذبه بكاذبه بكاذبه. مجلس النواب يصوت تعيين المحاضرين كل شيء ما شفنا، المحافظه الطالب تعيين المحاضرين كل شيء ما شفنا، رئاسه المجلس نفس الحاله وكل شيء ما شفنا. لحد هسه عمال لبسنا شيء ملموس من عندهم، كلها مواعيد كاذبه بكاذبه بكاذبه. فاحنا نطالب محاضرين بابل، نطالبهم تعيين على ملاك الدائم او تحويلهم الى عقود وزاريه، او تحويلهم الى عقود وزاريه. احنا مو غايتنا المليون، احنا ما نريد المليون، المليون لهم ما نريده، احنا حقنا، احنا حقنا نريد. يعني احنا تعبنا ودرسنا وجهدنا وكل شيء ما شفنا من هاي الدوله لحد الان. الدوله هم تعبت علينا، هم تعبت علينا مدارس، تعبت علينا اساتذه، ودخلنا جامعه وتعيننا وتخرجنا وكل شيء ما شفنا من عندهم، ليحونا بالشوارع كل شيء ما شفنا من عندهم. فاحنا نطالبهم من هذا منبركم الكريم، نطالبهم الى تحويلنا الى عقود وزاري او تثبيتنا على ملاك الدائم. والسلام. احنا محاضرين مظلومين ومطالبنا مشروعه، نطالب بالتثبيت وما نطالب بتجديد العقود، تجديد العقود ما ريته، نطالب قرار سريع من رئيس الوزراء، ما نريد قرار من المسؤولين حتى بمحافظتنا، ما نريد، نريد قبل من رئيس الوزراء لانه هو ابو الكل. احنا قدمنا كمحاضرين قدمنا خدمه للمحافظه ومحاضرين العراق، احنا بعد محاضرين محافظه بابل قدمنا خدمه للشرطه كمحوميه، وقدمنا خدمه للمرور كمحوميه، وحتى المجلس النواب قدمنا احنا كمحاضرين محوميه. يعني هاي الخدمه هم ما قدموا مثل ما احنا قدمنا، هم فساد اداري وسوالف. احنا كشباب نطالب بتثبيتنا، وهذا قرار التجديد العقود ما نريده. 125 هاي لحد هسه ما اعطوها قراءه وكل شيء ماكو. فاحنا نطالب من رئيس الوزراء هو ابو الكل بتثبيتنا بقرار سريع، لان احنا تعبنا هسه احنا بهالشمس هاي والشباب هاي، يعني العالم ما تريد تعيش هم قطين.
نحن محاضرين محافظة بابل، عملنا سنتين بالمجان ولن نجد أي التفات يعني مباشرة من قبل الحكومة المحلية أو وزارة التربية. نحن ممثلين محاضرين محافظة بابل نطالب المجلس المحافظة أو وزارة التربية تحويل تثبيتنا على الملاك الدائم أو تحويلنا إلى عقود وزارية. ونحن لن نخرج على المليون، لأن المليون هي أصلا لا تكفي لأجور نقل لمدة شهرين بالنسبة لما تحملناه من برد الشتاء وحر الصيف.